أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. عنوان محاضرتنا في هذه الليلة: المعارضة السياسية. وهذه المحاضرة تنقسم إلى محاور. المحور الأول: خيار الثورة أم السلم. المحور الثاني: أصالة المعارضة السياسية. المحور الثالث: المنظور الشرعي للمعارضة السياسية. المحور الرابع: المعارضة في حركة الإمام الحسين عليه السلام. نبدأ مع المحور الأول: خيار الثورة أم السلم. الثورة هي المحطة الأبرز في سيرة الإمام الحسين عليه السلام على الإطلاق. قرابة 60 سنة عمر الإمام الحسين عليه السلام، أبرز محطة في سيرة الإمام الحسين هي ثورته التي كانت في نهايات حياته، بضعة أشهر من سيرته المباركة. بل إننا عندما نستدعي اسم الحسين عليه السلام تتداعى إلى أذهاننا، يتداعى هذا العنوان، عنوان الثورة، بحيث أصبح هذان العنوانان متلازمين، الترابط بينهما شديد. ولهذه الثورة حضور وجداني وحضور عاطفي عندنا، بحيث أدى هذا إلى أن تتطبع في أذهاننا أن الثورة هي الأساس في حركة أي إمام من الأئمة عليهم السلام. ولذا دائماً عندما تطرح سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، دائما نتساءل: لماذا لم يثر الإمام الحسن المجتبى؟ عندما نطرح سيرة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يتساءل البعض: لماذا لم يثر الإمام جعفر الصادق عليه السلام؟ نحن نقرأ بأن المئات كانوا يتتلمذون تحت يديه، فلماذا لم يثر؟ وإن أدى هذا إلى مقتله كما قتل الحسين عليه السلام، لماذا بقية الأئمة لم يثوروا كما ثار الحسين عليه السلام؟ ثم نبدأ بعد ذلك برحلة البحث عن المعذرات والحجج التي من خلالها بين قوسين نبرر لهذا الإمام أو ذاك الإمام لماذا لم يثر. لماذا كل هذا؟ لأن أصبح عندنا أن الأساس في حركة أي إمام من الأئمة، لا سيما في المجال السياسي، الأساس هو الثورة، وأن غير الثورة، يعني خيار السلم أو المعارضة السلمية، أصبح هو أمر خلاف الأصل وخلاف الأساس في أذهاننا. وبالتالي دائما نحن نستشكل ونتساءل ونثير هذه القضية. ولكن حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة فكرية. هل فعلا نحن من خلال سيرة الأئمة عليهم السلام، من خلال النصوص الشرعية، من خلال تتبع سيرة الأنبياء عليهم السلام كما جاءت في القرآن الكريم، هل فعلا الأساس هو الحراك بالقوة في المعارضة، أم أن الأمر أحياناً يستدعي مثل هذا وأحياناً لا يستدعي مثل ذلك؟ وبالتالي نحن عندما نتتبع النصوص القرآنية التي تحدثت عن سيرة الأنبياء عليهم السلام،
نجد أن من الأنبياء من تحرك بالقوة، استعمل القوة، ولكن هناك عدد كبير وهم الأكثرية ممن عرضت سيرتهم في القرآن لم يستعملوا القوة في المعارضة، وإنما استعملوا الأسلوب السلمي في ذلك. كذلك عندما نأتي إلى سيرة أئمتنا عليهم السلام نجد أن المسألة هي كذلك. من هنا نقول بأن الثورة خيار يعمل به متى ما استدعت الظروف ذلك، لا أن الأساس هو أن الإمام يجب أن يثور وهناك مبرر لأنه لم يثر. الإمام يجب أن يستعمل القوة وهناك مبرر عندما لم يستعمل القوة، وبالتالي ليس من الصحيح أن نفسح المجال للبعض بالتشكيك في موقف الإمام الحسن أو موقف الإمام زين العابدين أو موقف الإمام الباقر أو الصادق أو سائر الأئمة عليهم السلام، بناء على ماذا؟ ما تطبع في أذهاننا من خلال تأثير وزخم الثورة الحسينية، بأن الأساس في حراك أي إمام من الأئمة هو الحراك الثوري الذي يستعمل من خلاله الإمام القوة للوصول إلى أهدافه. فإن لم يكن كذلك فبالتالي الإمامة لربما في أذهان البعض تسقط من الاعتبار. هذا مذهب الزيدية حقيقة، وهذه من الأمور التي تفترق فيها فرقة الزيدية عن الإمامية، باعتبار أن الزيدية تشترط في الإمام أن يكون قائما بالسيف. هذا كان المحور الأول. المحور الثاني تحت عنوان أصالة المعارضة السياسية، يعني ما طرحته قبل قليل هو يستدعي تساؤل آخر. هذا التساؤل، هل المعارضة السياسية في حد نفسها أمر مطلوب وحالة صحية في المجتمع، أم أن هذه قضية قد تكون تسبب خلل مثلا، فتنة أو أي كان من هذه التعبيرات المتداولة؟ وإذا كان أمر مطلوب وأمر صحي، هل بالضرورة أن تكون المعارضة السياسية من خلال القوة باللجوء إلى القوة، أم ممكن نقول معارضة سياسية ولكنها سلمية؟ تعالوا نتوقف في البداية عند تعريف مصطلح المعارضة من ناحية لغوية ثم من ناحية اصطلاحية في العلوم السياسية. من الناحية اللغوية، كلمة المعارضة تعني المقابلة، المدارسة، المتابعة، المباراة، المحاكاة، المحاذاة، المغالبة، الممانعة. ما نجد هنا ما يدل على مفهوم المعارضة السياسية بالمعنى اللي احنا نفهمه. لما نرجع إلى القواميس السياسية في تعريف المعارضة، يقولون المعارضة الموقف المخالف لسياسات وإجراءات وقرارات القوة أو القوى السياسية التي تمسك بزمام السلطة. طيب، هذا الموقف المخالف ممكن أن يؤخذ من ماذا؟ من معنى الممانعة اللي موجود في المعنى اللغوي، المعارضة يعني الممانعة. فإذا تطور المصطلح في المصطلح اللغوي، تطور المعنى في المصطلح السياسي، أصبح معنى المعارضة اللي ذكرنا موقف مخالف من مجموعة أو من أفراد في مقابل ماذا؟ القوة أو القوة التي تمسك بزمام السلطة. وأيضا المعارضة تطلق على نفس الأفراد، يعني تطلق على السلوك أنا أعارض، وتطلق على الفرد أنا معارض. فإذا هذه معارضة وهذه أيضا معارضة، سواء كانت أحزاب أو نقابات أو كتل نيابية أو أفراد أو غير ذلك. الآن المعارضة كفعل من حيث المبدأ حالة صحية، ما لم تكن واحد غاية في ذاتها. البعض يعارضون من أجل أن يقولوا نحن هنا من أجل المعارضة. المعارضة إن لم تكن من أجل هدف نبيل، إصلاح خلل، إصلاح وضع قائم، الظروف تسمح بمثل ذلك، تتطلب ذلك،
فحين ذاك المعارضة لا تكون أمر صحي. اثنين، أن لا تكون خدمة لأجندات خارجية تريد الإضرار بالمجتمع، سواء كانت داخلية، خارجية كانت إقليمية أو كانت دولية أو غير ذلك. ثلاثة، أن لا تكون حالة مصلحية بحتة، البعض يعارض من أجل أن يحصل على مال، البعض يعارض من أجل أن يحصل على منصب، البعض يعارض من أجل أن يصل إلى البرلمان، البعض يعارض من أجل أن يصير وزير، وهكذا. فالبعض يبحثون عن مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو الفئوية لكي يصلوا ويحققوا نتائج إيجابية. هذه أيضا حالة غير صحية. عندما نتحدث عن المعارضة السياسية نحن لا نتحدث عن هذه الصور السلبية، وإنما نتحدث عن المعارضة المخلصة التي تريد أن تحقق نتائج إيجابية للمجتمع عندما تقول لا أو هذا خطأ أو تشخص أمر معين أو تصدر بيان معين باتجاه السلطة الحاكمة لتقول بأن هذه الممارسة خاطئة، هذه السياسة خاطئة، هناك خلل في الأمر الفلاني إلى آخره. المحور الثالث، المنظور الشرعي للمعارضة السياسية. إذا أردنا أن نتحدث من الناحية الشرعية عن المعارضة كيف يمكن أن نفهمها؟ فلنرجع إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هل كان في عهد النبي أي نوع من أنواع المعارضة السياسية؟ إيه نعم، كان في آراء مخالفة على عهد رسول الله. يعني مثلا الرسول لربما يريد أن يتخذ قرار معين، يختار موقع معين في المعركة، مثلا على سبيل المثال يتخذ قرار في شأن الحرب أو عدم الحرب أو كيفية الحرب، كانت ترتفع بعض الأصوات المعارضة التي تقول يا رسول الله فلنختر الموقع الآخر، أو ما نخرج، أو نخرج، أو نقاتل بالطريقة الفلانية. لكن في الواقع هذه لا تعتبر معارضة، يعني بالمعنى الاصطلاحي لا تعتبر معارضة. نعم هذه آراء مخالفة ولا ترتقي إلى مستوى المعارضة السياسية. لماذا؟ لأن للنبي خصوصية، الله سبحانه وتعالى أعطى للنبي خصوصية، عدة آيات، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هناك طاعة، وهذه الطاعة ليست فقط على المستوى الشرعي وعلى مستوى الفكر الإسلامي، طاعة حتى على في ميدان ماذا؟ السياسة وإدارة الأمور. بالنتيجة تطيعون النبي إذا اتخذ قرار. نعم النبي يلجأ إلى المشورة، ولكن إذا اتخذ القرار عليكم بالطاعة ولا تشق الصف. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى يعني لا يطيع فما أرسلناك عليهم حفيظا. بل عندنا آيات شوية لهجتها أقوى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صارت القضية أخطر ومصير أخروي. لكن هذه الآية تتحدث عن من؟ هنا يجب أن ننتبه، الآية تتحدث عن أي نموذج؟ لاحظوا الآية استخدمت مصطلحات معينة وصورة معينة حتى لا نستعجل ونحكم على الذين كانوا يحيطون برسول الله من خلال موقف هنا أو موقف هناك، ونقول انظروا هذا تنطبق عليه الآية وهذا تنطبق عليه، إذن هذا من أهل جهنم، هذا من أهل جهنم. لا، ليس هكذا المسألة، هناك معايير ذكرتها الآية. أولا يشاقق، الشقاق يعني المخالفة الناجمة عن العداوة، مو بس مخالفة، هناك حالة عداوة كامنة عند هذا الشخص يريد أن يشق الصف، هو يستهدف إحداث الخلل، هو يريد أن يعارض من أجل المعارضة وشق الصف وإحداث الفتنة، يشاقق. هذا واحد. اثنين، من بعد قيام الحجة عليه والدليل وصارت الصورة واضحة والنبي أقام الحجة أو الله أقام الحجة، ثم يأخذ هذا الموقف بعد أن يكون هذا ناجما عن روحية التمرد عند هذا الشخص،
حين ذاك عندما يتولى ويأخذ سبيل المعارضة اللي هو غير سبيل المؤمنين بتعبير الآية، فمصير شي يكون؟ يكون مصير جهنم كما ذكرت الآية الشريفة. إذن للنبي صلى الله عليه وآله خصوصية، ولذا معارضة المنافقين كانت تنطبق عليها الآية الشريفة، أو معارضتهم كانت مصداق من مصاديق الآية الشريفة. هم الذين يقولون، هذا نموذج من سلوكياتهم، من معارضتهم السلبية، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا موقف تمرد وشقاق وعداوة، وليس موقف معارضة. وهذا تمثل في موقف لعبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد، عندما عارض القرار اللي اتخذ النبي في القتال، عندما انسحب مع ثلث الجيش من أتباعه، انسحبوا قبيل معركة أحد، انسحبوا قبيل المواجهة في غزوة الخندق. هذا النوع من المعارضة كانت غير مقبولة، لكن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان كبار الصحابة قد أشاروا أحياناً على رسول الله، يا رسول الله استعمل القوة مع المنافقين، النبي ما كان يستعمل القوة، مع أن معارضتهم معارضة تمرد وشقاق ونفاق، ما استعمل معهم القوة، بل استعمل معهم النفس الطويل وصبر، ومارس معهم سياسة الاحتواء والاستيعاب، مع أن كانت معارضة سيئة إلى هذا المستوى. هذه الحالة من التعامل مع المعارضة السياسية استمرت إجمالاً في عهد الخليفة أبي بكر، في عهد الخليفة عمر، في قسم من عهد الخليفة عثمان، ثم تبدل الوضع بحيث أن في القسم الثاني من خلافة الخليفة عثمان بدأت تظهر هناك حالات من المواجهة بالقوة للمعارضة، كما حصل مثلا مع أبي ذر الغفاري أو عمار بن ياسر أو عبد الله بن مسعود أو غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما جاء الدور لعلي عليه السلام أعاد الأمور إلى ما كانت عليه. نجد في نهج البلاغة شخص في المسجد يقف ويقول عن علي عليه السلام قاتله الله، وهذا كان من الخوارج اللي هم معارضة، قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليه السلام رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. وإن كان السلوك بهذا المستوى، ولكن نتعامل بهذا الأسلوب مع المعارضة. واستمر هذا الأمر عند علي عليه السلام إلى قبيل معركة النهروان مع الخوارج، بل في ضمن المحادثات اللي جرت بين الإمام علي عليه السلام والخوارج، الإمام كان يعطيهم مجال، يقول لهم لكم حق إنكم تعارضون، لكم حق إن يكون لكم موقف آخر، ولكن لا تستعملوا القوة، لا تشقوا الصف بصورة تؤدوا إلى أحداث يؤدي هذا إلى أحداث الفتنة داخل المجتمع. إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا، أنتم ككيان كتلة معارضة لكم الحق أن تحافظون على رأيكم، ولكن في المقابل نحن سنحفظ لكم حقوقكم، حقوق المواطنة، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا الفيء ما دمتم معنا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا وننتظر فيكم أمر الله. يعني إذا صار عندكم تمرد وقتال وانحراف بحيث أن تحدثون فتنة داخل المجتمع، تسفكون من خلال الدماء، تتعرضون لحرمات الناس وأموالهم، حين ذاك نستعمل القوة كما استعملتم القوة، وإلا فالأساس التعامل معكم على أساس ماذا؟ على أساس سلمي، ونوافق على معارضتكم الموجودة، مع أن هذا علي عليه السلام.
واحنا بعقيدتنا ان الامام عليه السلام هو كرسول الله صلى الله عليه واله واجب الطاعه. مع هذا الامام علي في نهج البلاغه ينقل لنا الشريف الرضي انه قال: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابره، وانا في موقع الحكم كحاكم، لا تكلموني بالاسلوب اللي الناس تكلم فيه الجبابره الحكام اللي عندهم طغيان، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره. يعني هم اخذوا راحتكم من تنتقدون، من تعارضون، لا تحاتون شيء، لان ما راح تشوفون من عندي رده فعل عنيفه على الراي المخالف اللي تطرحونه، لاني لن ابادر بالعقوبه. ولا تخالطوني بالمصانعه، ما بتتعاشرون معاي بالمجاملات، ابي تكونون صريحين واضحين. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. اللي ما يتحمل الكلمة شلون بيتحمل أنه يصلح الوضع الغلط؟ هو كلمة ما يتحمل. فلا تكفوا عن مقالة بحق، شوف شلون تشجيع على المعارضة، فلا تكفوا عن مقالة، بس شرط شنو؟ ثلاث نقاط اللي ذكرناها، ما يكون دافع شخصي، ما تكون أجندات خارجية، ما يكون المسألة مصالح أو اعتراض للاعتراض. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة، بس يكون صفتها ماذا؟ بعدل، لا تظلموني في معارضتكم، فإني لماذا أسمح لكم بهالمعارضة؟ لست في نفسي بفوق أن أخطئ، أنا كإنسان عندي القابلية أني أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي أن يصدر عني الخطأ، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. نعم تتدخل الإرادة الإلهية ترشدني إلى الصواب، تحفظني، تعصمني من الخطأ، هذا موضوع آخر، ولكن أنا كإنسان عندي قابلية الخطأ. إذا علي يقول هذا الكلام فما بالك بأي حاكم آخر لا يكون بمستوى علي عليه السلام، المفروض أيضا يكون عنده ماذا؟ تشجيع على مثل هذه المعارضة، لأن هذه بالنتيجة تعود بالمصلحة العامة. فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره. بل علي عليه السلام طرح حالة أرقى من مجرد قبول المعارضة السياسية والمحافظة على حقوق المعارضة السياسية. علي عليه السلام منع الذين يوالون الحاكم، يوالون هو كحاكم، منعهم من أن يتعرضوا بالسوء للمعارضة وإن كانت المعارضة سيئة، يقول لهم صيروا أرقى منهم. في تمام نهج البلاغة، احنا عندنا نهج البلاغة وفي مشروع معاصر قام به السيد صادق الموسوي مشكورا بتتميم نهج البلاغة، يعني البحث عن المصادر والمقاطع اللي مفقودة من نهج من الخطب ويكملها. هناك نجد نص موجود في نهج البلاغة ولكن هو وضع التتمة، كلام له عليه السلام وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حرب صفين، فأرسل إليهم أن كفوا عما يبلغني عنكم، فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين، شلون تقول لنا كفوا عن سب هؤلاء المقاتلين؟ بعد هالمرة مو معارضة، هذه المعارضة تستعمل القوة والعنف، ألسنا محقين؟ قال عليه السلام: بلى. قالوا: أليسوا مبطلين؟ قال عليه السلام: بلى. قالوا: فلما منعتنا من شتمهم؟ فقال عليه السلام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، شتامين، لعانين، تشتمون وتتبرؤون، ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم، انتقدوهم، وذكرتم حالهم وسيرتهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، ولو قلتم مكان سبكم ولعنكم إياهم وبراءتكم منهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به، لا
لو دعيت بهذه الصورة لكان هذا أحب إلي وخيرا لكم. يعني حتى يعلمهم شلون التعامل الأخلاقي الراقي مع مثل الطرف الآخر اللي ما يفقه أسلوب المعارضة ويتجاوز الحد في المعارضة. والقضية حقيقة عندما نقول أن مسألة المعارضة السياسية حالة إيجابية في المجتمع وصحية، لأنها في الأساس ترتبط بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المعنى الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد القضايا الدينية أو الأخلاقية السلوكية الخاصة، كإنسان مثلاً يلعب الميسر أو يشرب الخمر أو والعياذ بالله يمارس الزنا أو يترك الصلاة وما شابه ذلك، ليس فقط هذا. الفساد الإداري مشمول ضمن هذا العنوان، هذه المسؤولية، الاختلاس، الرشوة، قهر الحريات، إعانة الظالم، تعطيل الحقوق، التسيب الوظيفي، المحسوبية، هذه كلها منكرات تدخل في إطار النهي عن المنكر، هي مسؤولية ضمن هذا. فعندما تتحرك بعض الجهات من أجل رفع مثل هذه العناوين، هي تعمل في إطار المعارضة السياسية لإصلاح بعض الخلل اللي ذكرناه، هي تنطلق إذن من ماذا؟ من مسؤولية شرعية، هي الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. وهذا لا يخص فقط المجال السياسي، بل حتى لو كان هذا الأمر منكر ديني أو أخلاقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو غير ذلك من المجالات. وهذه بحسب القرآن الكريم، هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة لثلاث جهات. واحد، المسؤولية الفردية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني أقم الصلاة، أنت كفرت، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه واصبر على ما أصابك كأن تقول يعني لما أنت تأمر وتنهى ترى راح يحوشك طشار، الناس ما ترتاح، ما تحب هذا، لكن تحمل. هذا واحد. اثنين، مسؤولية الجماعة، عمل جماعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون، مو فرد، أمة مجموعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا اثنين. ثلاثة، مسؤولية السلطة الحاكمة، الذين إن مكناهم في الأرض، شنو يعني مكناهم في الأرض؟ يعني صارت السلطة بيدهم، يعني عندهم القرار. إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن في ثلاث جهات بحسب القرآن الكريم مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنتيجة مسؤولة عن ماذا؟ عن المعارضة السياسية وإصلاح الأخطاء. إذن من مسؤولية السلطة السياسية اللي بيدها الحكم نشر وتمكين قيم الخير والحق والعدالة، يأمرون بالصلاة الزكاة، والشيء الثاني معارضة ما يخالف ذلك والسعي لمنعه ورفعه. إذا في جهات أو أفراد يعملون على ضد قيم الخير والحق والعدالة، المفروض أن السلطة تقوم بدور المعارضة والعمل المخالف لذلك. ولذا ظهر في الدولة الإسلامية، ظهرت إدارة يسمونها ديوان، يعني إدارة أو وزارة اسمها ديوان الحسبة. ديوان الحسبة من مسؤوليات هذا الديوان كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدور المعارض للأخطاء والخلل الموجود في المجتمع. أعطيك أمثلة من كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي، معروف هذا الكتاب، اللي هو من الكتب اللي تبين السياسة الإسلامية الشرعية في إدارة الدولة. لما يتكلم عن ديوان الحسبة يذكر مجموعة من المسؤوليات، واحدة منها المحافظة على النظافة في الطرق، اثنين الرأفة بالحيوان بأن لا يحمل ما لا يطيق، ثلاثة رعاية الصحة بتغطية الروايا، يعني الأماكن اللي هي مرتبطة بالمياه،
منع المعلمين من ضرب الأطفال ضربا مبرحا، هذا من مسؤوليات الحسبة. مراقبة تبرج النساء، منع الغش في الصناعة والتجارة والمعاملات وغير ذلك من الأمثلة التي ضربها، ونشوف الأمثلة متنوعة. هذا نوع من دور ماذا اللي الله يذكره بأن السلطة الحاكمة من مسؤوليتها أيضا ماذا؟ أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم المفروض أن البرلمان في أي مجتمع يتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية المعارضة، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإطار السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو غير ذلك. بل في بعض الدول عندهم شيء اسمه حكومة الظل، وهذا مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر الميلادي، مصطلح ظهر في بريطانيا، وعرف حكومة الظل، عرفت بأنها حكومة غير رسمية، يعني أكو حكومة تحكم وفي حكومة تشكلها المعارضة غير رسمية ودون قوة فعلية، ما عندها قوة إصدار قرارات وقوانين، تضم أعضاء من الأحزاب المعارضة للحزب الموجود بالسلطة، وتعمل على توجيه النقد للحكومة الحالية وتوفير منظور مختلف للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية، وتكون بديلاً جاهزاً في حال فشل الحكومة الفعلية. هذه يسمونها حكومة الظل، وهذه حالة راقية أن يكون عندك شيء جاهز بديل، بلان بي، بحيث أنه صار خلل كذا، هذه تأتي وتنقذ البلاد من أزمة نتيجة فشل تلك الحكومة. فالمسألة ليست مسألة مصالح حزبية، بل هي مسألة مصلحة وطن. وبالتالي عندما يكون في إجراءات، سواء نتكلم عن برلمان، عن ديوان الحسبة، عن حكومة الظل، أيا كان، هي في النتيجة الغاية منها المنطلق الوطني الذي يريد تحقيق مصلحة الوطن من خلال المعارضة الصحيحة العادلة المخلصة المنطلقة من أجل خدمة هذا الوطن. وحين ذاك تكون المعارضة علامة رقي وتحضر لأي مجتمع إذا وجدت بهذه الصورة. لماذا؟ لأن ما عندنا حكومة معصومة ولا عندنا حاكم معصوم، وبالتالي الأخطاء قابلة أن تحدث. ومن دون الجهة الرقابية وجهة النقد الجادة والمخلصة، لربما تذهب مصالح الوطن في مهب الرياح، مثل ما عندنا احنا وصية نبوية: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، صح ولا لا؟ إن هذا أخوك يكشف لك عيوبك، يبين لك ما هو خطأ وما هو صواب ونقاط الخلل عندك، هو يقراك من برا، فيكشف لك هذه المواطن في الخلل، فأنت تحبه لأنه هو بهذه الصورة. أيضا كذلك السلطة تحتاج إلى مرآة. منو مرآتها؟ منو اللي يبين لها عيوبها وخللها؟ المعارضة. فبالتالي المفروض أنها تكون شنو؟ مشكورة. أما إذا كانت السلطة تسعى إلى أن تحول البرلمان مثلا أو المعارضة إلى موالاة، فهي تتنازل عن المرآة وتضع مكانها صورة. أنت لما تروح للمصور شو تسوي؟ تتهندم قبلها، يمكن تروح عند إذا الصورة طبعا تبي تعلقها في البيت، تروح عند الصالون ساعتين ثلاث ساعات، زقرتك عدل على سنقة عشرة، وبعدين تلبس أحسن ملابسك، وبعدين تروح ويحط لك إفكتات ويحط لك مؤثرات، وبعد ما يخلص هم يدخل بالكمبيوتر بالاستديو وهم يحط لك شوية رتوش هني ورتوش هناك حتى تطلع صورتك بالصورة البهية التي تشعرك بالكذا. لكن هذه تعكس حقيقتك؟ هذه ما تعكس حقيقتك. المرآة هي اللي تعكس حقيقتك لما تقوم من النوم وتشوف روحك على واقعك الحقيقي بهذه الصورة، أو لما عدة أيام ما تشذب لحيتك وشواربك وما ترتب شعرك ولا تتسبح، ثم تطالع روحك في المرآة فتقول أنا عندي خلل هنا خلل هناك. هذا الفرق بين الصورة والمرآة،
هو الفرق ما بين الحكومة اللي تسعى أن تحافظ على المعارضة المخلصة أو التي تحاول أن تجعل البرلمان في جيبها. لما تحاول تسعى تحط البرلمان في جيبها هي خسرت المرآة، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، وشالت المرآة وحطت شنو؟ حطت صورتها، ما راح تستفيد شيء. فإذا لابد أن يتم تشجيع المعارضة المخلصة. من مجموع ما سبق يتضح أن الإسلام ينظر إلى المعارضة السياسية كحالة صحية، وهي مسؤولية الأفراد والجماعات والسلطة الحاكمة، بل هي ترتقي لتكون مسؤولية شرعية، واجب شرعي كفائي على الجميع أن يقوموا به بالأسلوب الأمثل، لأن يدخل ضمن عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يكون منطلقها دائماً ضمن الإطار الذي لخصه الإمام الحسين عليه السلام. وهذا يفتح لنا باب المحور الرابع، المعارضة في حركة الإمام الحسين. فقد بيّن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام الإطار، حيث قال في جانب من وصيته التي كتبها لأخيه محمد ابن الحنفية عند خروجه من المدينة المنورة: وإني لم أخرج أشرا. هذه المعارضة التي أقوم بها، هذا الخروج، هذه الصورة، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. فالمعارضة لأجل المعارضة أمر مرفوض، لأن فلسفة وجود المعارضة السياسية في الأساس نابعة من أهمية دورها الفاعل في مساءلة ومراقبة أداء النظام السياسي وتقويم سلوكه وترشيده، كما وأن المعارضة لخدمة الأجندات الحزبية أو الخارجية أو لتحقيق المصالح الشخصية على حساب الوطن والمصلحة العامة أمر مرفوض. وما دامت المعارضة ناشئة من مسؤوليتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها بالتالي محكومة بالأطر والشروط التي حددتها الشريعة فيما يخص مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدرجها وحدودها وانتقالها من مرتبة إلى أخرى، لا سيما في خصوص استعمال القوة في تغيير المنكر والباطل. ولو قرأنا تطور معطيات حركة الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه من المدينة فمكة فالعراق، لوجدنا أنه حين وجه بالمنع، منعوه من دخول الكوفة، حاول أن يعود من حيث أتى، فلعله يقوم بدوره في مواجهة الفساد والباطل والمنكر والظلم بطريقة تبتعد عن المواجهة المسلحة كخيار أول. قال لهم خلوني أرجع، فلربما يعمل بطريقة أخرى، وأن يبحث عن بيئة حاضنة لتحمل تلك المسؤولية بديلاً عن الكوفة التي انقلب الحال فيها. ولكنه منع من ذلك وأجبر على الخضوع والذل أو المواجهة بالقوة والقتل في سبيل الله عز وجل. حين ذاك أصبح هذا هو خيار الحسين عليه السلام، المواجهة بالقوة، المواجهة بالسلاح. وهو القائل في خطبته العاشورائية الثانية: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب. والحر لا ينسى الجميل ورده، ولئن نسي فلقد أساء إلى الأدب. من مثله؟ من مثل الحسين؟ أحيا الكرامة حينما ماتت على أيدي جبابرة العرب، وأفاق دنيا
طأطأت لولاتها فرقا لذاك ونال عالية الرتب، وغدا الصمود بإثره متحفزا والذل عن وهج الحياة قد احتجب. أما البكاء ذاك موقف القوة، وأما موقف العاطفة، وأما البكاء فذاك مصدر عزنا، وبه نواسيهم ليوم المنقلب. نبكي على الثغر المكسر سنه، نبكي على الجسد السليب المنتهب، نبكي على خدر الفواطم حسرة، وعلى الشبيبة قطعوا إربا إرب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.